هذا البرنامج برعاية جولدينا زيد نجمة وفانواز. أنا اسمي مهدي نجيب، عمري 50 سنة، شيف كوجينة في رستوران لبلاش، باش نطيب كوستي بالشركة سي أد والفطير، إن شاء الله يعجبك. المستير، المدينة الحلوة واللي داير بيها البحر من ثلاثة جهات، هالمدينة المعروفة بعراقة التاريخ واللي أنجبت باني تونس الحديثة الزعيم لحبيب بورقيبة. ما حبش آدي فوت الفرصة، كرا كاليس وقال علاش لا، حتى أنا باي زماني وعمل دورة في المدينة حتى جاء موعده مع الشيف مهدي نجيب وفطور قمقوم يستنى فيه. أنا كوستي بالشركاو، أنا فطير بالشركاو باش نعمل. شنو لازمنا للفطار؟ لازمنا للفطار باش نعملو تو الفطير الساعة، نقشرو نحيو الروز ونعملوه نحيو نبسوه بالملح. إيه. ونبسوه وبعدين نغسلوه ونحطوه في البصل والمعدنوس واللوشيوبير وعظم ونعملوه فيني نجمو نحضرو الفطار. نحيو الروز كيف هكا. نجم؟ تفضل. الروز كيف هكا انا هكا 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 شو اسم هو الروز؟ شركاو 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 تاع المستير هذا سبيسيال الماكلة متاع مونستير فما برشا حوت و الحوت برشا فما حوت تو كيما هذا كوستي يجي كوستي بالشركة والشركة فما كوستي بالمسل فما كوستي بالبرقش فما كوستي بالسردينة كوستي بالسكومبري كوستي بالكل شيء توا نحطوه هكا كمان وبسوه بالملح. علاش نحطوا الملح؟ باش يتنحاو نقش نتاع الخفيف. ايه باهي. توا نغسلو في الماء الكلير، نغسلو في الماء ونستقطرو ونجيبو الشركاو تاعنا حاضر، بس صديق مغسول حاضر باش، نحطولو الفرش نتاعو، البصل، نحطولو المعدنوس، نحطولو هذوما مع بعضو، لهنا، ونحطولو شوية ثوم، ثوم هذيك؟ إي ثوم مرحي، ثوم وملح ويدولي. نجم ندولي؟ إي تفضل. بو سي بون حطو شويه فلفل زينه وشويه هريسه عربي خاطر ديجا هو ملح بالملح. ايه ونحطوا له العظم، نحطوا له الخبز ملحي. صحيح يرتاح شويه. توا باش نحضروا كسكي بالشركاو. شنو لازمنا؟ كسكي باش نعملوا شويه، عندك الليجيم، عندك الاسبناريا والقرع وبطاطا وفلفل وبصل. والكسكسي ورده بيضه. والكسكسي الورده البيضه والزيت النجم البيضه. حط شويه زيت. شويه فلفل احمر. فلفل احمر. هيك حلو ليش؟ شوية ماء. شوية ماء. شوية بصل. قص في بصلوف كبيرة. شوية دي. حطوا شوية ثوم. وطماط.
لكم هاد كونسنتري خليه يدور شويه. صبوا الماء زي ما يدور خلاص شويه، حطوا في الفرزينه يقعد يمشي شويه بشويه. تو باش نحضروا شويه الزيتون الخضرا على الصبح. هذه الكوات لازم هاي مونتي تون نشوف الشركة تفهم زيت النجمة معنا خلطوا مع بعض هيك نصفوا واحدة واحدة. اي بالطبع بالكعب بالكعبة هذا ما يجيش مع بعض. هو فطير اسمه فطير شركة فطير شركة لازم تحطوا برشا باش ما يلصقش في بعضه بشويه بشويه. مدة قداش وقت؟ مدة 5 دقائق. 5 دقائق؟ اي 5 دقائق كامل يكون باهي. توا نكملوا نعملوا الفارس نتاعنا. ثم الحوت عندك الحوت عندك الشركة البصل المعدنوس الثوم فلفل زينة شوية فلفل أكحل شوية زيت نباتي ملح ولا زيت نو ملح لا ديجا ملح هو من الاول ملح مغسول بالملح والصوص من بعد معموله بالملح. هنا حضروا كيما هيك حضروا فيها هي لا كسكسي لا وليس شركاوي نحطوا البوسكي توا توا نسقيوه باش نفوروا البوسكي نتاعنا ان شاء الله. باهي هذاك حاضر ماجد نزيدو نحطوه لهنا توا على روحو. اسمع اسمع نديرو بالقضايا نتاعو يقعد كيف توا نطلعو الشركة والفطير هذا نحط البطاطا في الزيتون ولا في الصوص مونو في الصوص نزيدو نقدمو هكا باش يزيدو بزاف يقعد يغلي شوية 10 دقايق يكون حار. والسفناري والفلفل السفناري والفلفل نحطوهم مع بعضهم في الاخر خاطر البطاطا والسفناري ما يتبوش طول الوقت مع بعض. خاطر البطاطا هي تصعب على السفناري تري حطوا السفناري كملوها وقد يغلي قريب انتهي ان شاء الله. نبداو بشنو كسكسي داكور يعطيك الصحة يعيشك مانيفيك السلام علي صفا مرحبا بك عايش عايش دونك شنو باش نعملو اليوم؟ اليوم باش نعملو قرفه بالسكولا يلزمنا فارين باكو حليب 6 كعبات عظم
شويه زبده، شويه سكر، ايه شويه ملح، شويه كربونات. نبدا نبدا ولا روح؟ ايه صب فرين هيك. قديش فرين يعني؟ باكو فرين على كيلو. حطوا كعبات لبن يعني 6 كعبات. جوز باكوات سكر فانيليا. حطوا شوية زبدة. زبدة جوردينة؟ ايه 50 جرام تقريبا. سبعة جوردينة. نبدأ نحطوا الحليب. إترا تكفي معنا تبدأ كونسنتري شوية في الخير. تبدأ خير شوية. نبدأ نخلطوا تو. زيدوا شوية. نبدأ تو نطيب على روحنا معنا. تو حاضر سيكون. دكو؟ ايه تو شي حاضر فم الكعب نتاعنا تاع كوب سيكولا. دكو؟ ايه نجدو شي نتقص لنا شوية بانان. ايه ديكوراسيون. نعمل شوية زبدة باش ما تكسرش. لا نحطو الفرن تاعنا. خلوها تيسع قليل مسكتهم بعد نقصوها لي كمان. شوكولاته انت تاعنا يا سي بابا. هاي نبدا نزينو بالكريم شونتيي تاعنا. نبدا نزينو بالبنان تاعنا. كيما بيكاسو انت والله اختز. سي سي بون سي بون نفتكر ولا لا؟ صحيح سي بون سي بون. انت يا بنت انت يا بنت انت يا بنت